قصة تروى عن المجتهد الإمام سفيان الثوري، رأى شخصا كلما رفع قدما ووضع أخرى صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: لما تركت كل الذكر وعدلت إلى الصلاة على النبي؟ بس الصلاة، لا تهليل ولا تكبير ولا تسبيح ولا تحميد. سبب؟ فقال له: لو عرفت قصتي ما استغربت. كان لي والد مات فاسود وجهه، قال: فغطيته بإزاري ثم نمت بعد أن اسود الوجه. قال: فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام وكان أجمل من كل من رأيت. سألته: من أنا؟ قال: أوما تعرفني؟ أنا النبي العربي صاحب القرآن، وأنا غياث من استغاث بي، وإن والدك كان مسرفا على نفسه لكنه كان يكثر من الصلاة علي، فلما قرب أجله استغاث بي فانتفع من ذلك. قال: فانتبهت من نومي فنظرت إلى وجه أبي فإذا وجهه صار أبيض. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.